الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء نحن في المديرية العامة للضرائب باش نكون حاضرين معكم اليوم باش يمكن لنا نناقشوا جميعا واحد الدينامية تشاركية، حاولوا جميعا فهم هذا النظام الجديد اللي جاتو مقتضيات قانون المالية في سنة 2021، اللي هو بطبيعة الحال نظام المساهمة المهنية الموحدة. إلا اسمحوني قبل أن أبدأ العرض أشير أننا الأسبوع الماضي كنا حاضرين هنا معكم، ونعود اليوم ونعود كما يقال العود احمد. جئنا كذلك باش نرسخوا حوايج اللي قلنا المره اللي فاتت، وباش نحاولوا نور اخوان التجار الصغار مقدمي الخدمات الصغار على ان هذا النظام ديال المساهمه المهنيه الموحده راه اولا واخيرا هو مصلحة هذه الشريحة المجتمعية. لماذا إخواني الكرام؟ لأن هذا ورش وطني، وهذا ورش مجتمعي، وما في عباس في المنطقة شوفوا كيفاش جات الفكرة من الأول. الفكرة ماشي ديال المدير العام في الضرائب ولا ديال الإخوان في الدار الاجتماعي. هذا ابتداء هذه تعليمات هو لقاء تشاوري اللي درناه دابا في لاشامبر دو كوميرس ديال الدار البيضاء مع التجار والمهنيين اللي عندهم المساهمه السي بي يو المساهمه التجاريه باش يدخلوا في التغطيه الصحيه ديال الضمان الاجتماعي. هو يوم يعني مهم بزاف لهاد الناس هادو، شرحنا لهم الاستفاده، طريقه الاستفاده من التغطيه الصحيه ديالهم اللي غتكون عندهم ديال الضمان الاجتماعي، شرحنا لهم الطريقه ديال الانخراط في هذا النظام، شرحنا لهم كيفاش غادي تكونوا تسهيلات من عند الناس ديال الضمان الاجتماعي ولا الاخوان ديال الضرائب اللي جندين باش هذا النظام الجديد ينجح ان شاء الله. هو جاء على اثر الاراده الملكيه اللي كان في الخطاب السامي تيطالب باش تكون واحد الحمايه اجتماعيه في المغرب، وهي اللي ما فيهاش غير الشق ديال التغطيه الصحيه، فيها التغطيه الصحيه، فيها اعانه ديال الاولاد من بعد اللي غادي تجي على حسب الفئات، وفيها حتى المعاشات ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم اخ كريم، كما تعرفوا جميعا احنا تواجدنا اليوم مقر ديال الغرفه الصناعه والتجاره، اساسا التلبيه ديال الاخوان الممثلين ديال الغرفه باش نديروا هذا اللقاء هذا اللي بالاساس هو لقاء تنويري، تنحاول نقتربوا من الشركاء ديالنا اللي هما التجار والمهنيين الصغار اللي تيخصهم هذا النظام ديال المساهمه المهنيه الموحده. وبالتالي راه كما شفتوا حضرتوا انا تكلمنا، حاولنا نبسطوا المسائل بطريقه تري بازيك باش نكونوا مع الاخوان نشرحوا لهم شنو هو المسائل المهمه، بان ماشي ضريبه جديده، بان هو غير نظام ضريبي جديد اللي جا باش يحل ويجي مكان النظام الجزافي اللي كان قبل. وكما تعرفوا كما كاين الان راه شوف راه لحد الان تنقول الاخوان التجار بان راه القطار فوق السكه، راه واحد المجموعه ديال الاخوان جاوا وصرحوا، وادارتنا راه مفتوحه السبت والحد باش نكملوا هذا وننجحوا جميعا هذا الورش الوطني وهذا الورش الاجتماعي. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.